هذا وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بترقية كل من رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة ومدير الأكاديمية العسكرية إلى رتبة فريق. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على ترقية كل من لواء أحمد سعد علي الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، لواء أركان حرب أحمد فتحي إبراهيم خليفة رئيس هيئة العمليات للقوات المسلحة، لواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية إلى رتبة الفريق اعتبارا من اليوم 19/1/2023.